مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى ما هو تأثير توزيع الإنجيل في بيوت الشر والدعارة؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضامنها في إيدي، شايفة يوماتي غلوتي عليه. دي قصة حياتي ضامنها في إيدي، شايفة يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين في كل مرة نتلقى من حضراتكم أي رسائل، ولا سيما لما بترسل لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها وتقترح علينا أن تكون قصة من قصة البرنامج. فعلا بنكون سعداء، بننتظر اليوم اللي يجي فيه أن كل أو أغلب على الأقل حلقات البرنامج تكون مرسلة لينا من حضرات المشاهدين. زور موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com، تواصل معنا من خلال الموقع أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة، أو اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك حياتك في قصة. قصتنا النهاردة جاية من نيجيريا، نيجيريا في أفريقيا. قصتنا النهاردة بعنوان لا تضعوا الإنجيل في الغرفة. وأنا يعني تلاحظوا أنه كثيرا ما بحب القصص اللي بيوضع فيها قوة تأثير الإنجيل وكلمة الله. وقصتنا النهاردة قرأتها من كتاب العمل الروحي للإخوة الجدعونيين في العالم كله، وهتلاقوا كتير قصص لأنه قوة تأثير الإنجيل عظيمة. ومن البداية بشجع كل مشاهد أن يوزع كلمة الله. يعني أنا بوزع مثلا شرايط وعظ لبعض الناس وشرايط ترانيم حلوة لسامر بطرس أو غيره وبيتر أنيس اللي هم معانا النهاردة في الاستديو، ولكن كله ببقى سعيد صدقني. بس لما ادي الكتاب المقدس العهد الجديد او العهدين هدية الواحد، خلاص ببقى فرحاء بجد. يعني ببقى حسيت اني شاركت في انتشار الانجيل زي مكتوب في رسالة فيليبي. النقل الجدعونيين هي مؤسسة عالمية لتوزيع الكتاب المقدس المجاني لاكثر من 94 لغة في 194 دولة في العالم. بشكل خاص بيهتموا، وطبعا يعني شرفني الرب ان اكون واحد منهم. وزعنا كثيرا من قبل الكتاب المقدس في المستشفيات أو في المدارس أو في السجون أو في الفنادق. دول الأربع حاجات اللي بيركزوا عليهم الجدعونيين. والحاجة الخامسة أني لو في واحد شخصي بالعمل الفردي تقدر توزع لي بالمجان. تأسست سنة 1899 في جينزفيلد بولاية ويسكنسون الأمريكية. بدأوا بالعمل فعلا سنة 1908 لما وضعوا الكتب في الفنادق. في عام 2011 فقط تم توزيع 79 مليون نسخة. تم توزيع 1.7 بليون مليار يعني نسخة منذ بداية الجدعونيين لغاية سنة 2011. هقول تاني، 1.7 مليار نسخة، يعني بيتم توزيع نسختين كل ثانية. ربنا يباركهم. مركزهم زرته كمان في ناشفيل تينيسي بولاية تينيسي الأمريكية. بنصلي لأجلهم وبنصلي أني نوزع كلمة الله سواء عن طريق جدعونيين أو تقدر أنت من خلال أي دار كتاب مقدس في بلدك تشتري الكتاب المقدس وتوزعه أو تعمله شير على الفيسبوك أو على الإنترنت. أعظم شيء أن توزع الكتاب المقدس. كانوا بيوزعوا الكتاب المقدس في نيجيريا وهيحطوا الكتاب في فندق، في حجرة في أحد الفنادق اسم فندق اسمه كامبو في زرايا، مدينة زرايا بنيجيريا. وفي أحد الغرف المعينة كان في واحدة فتاة اسمها تشينيري رفضت، قالت لا أنا أوضتي ممنوع يحطوا فيها الكتاب المقدس. بالحب والكلام ليه تشينيري مش عايزة يحطوا الكتاب المقدس؟ قال هذا الكتاب يتعارض مع عملي، مع الشغل بتاع البيزنس بتاعك. طب ايه البيزنس بتاعك يا تشينيري؟ فهموا طبعا البنات الاخوات اللي بيوزعوا ان هذه الحجره للاسف حجره للدعاره،
وقالت تشينير ازاي حجر الدعارة، الكتاب ده اسمه حتى الكتاب المقدس، انا ضميري يبقى تعبان لما تحطوا كتاب مقدس في حجرة بمارس شغلية الدعارة. قعدوا معاها وكلموها عن يسوع المسيح اللي بيقدر يغير، وقالت الآيات في الإنجيل. فقالت لهم بس ده شغلي وأنا بشغل مع مجموعة وحاجة كده. قالوا لها يسوع المسيح يقدر يغيرك، وركعت وسلمت نفسها للمسيح من خلال نسخة من العهد الجديد، ثم تركت الفندق. وبالسؤال عليها بعد شهرين عرفوا أنها تركت الدعارة ورجعت لبيتها، وصار بيتها في جزء كنيسة من خلال نسخة واحدة يا أخي من الكتاب المقدس. عظيم. مكتوب كلمة الله أو الإنجيل هو قوة الله في الأصل اليوناني، ديناميت الله للخلاص، يعني الإنجيل يفجر القلب الشرير والبعيد عن الله. سأستكمل مع قصة تشينيري التي قالت لا تضع الكتاب المقدس في حجرتي، بعد ما نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلو سامر بطرسة والعزف الجميل بيتر أنيس. ابقى معي لما بعد الترنيمة سيب الريموت كنترول واحضر الحلقة معانا في كلام خاص بيكي وبيك. أنا شايلك قلبي دليل، عني أحمل بتشيل، وفي جنبك أقوى دليل بتردني بالتهليل. أنا جايلك قلبي دليل، عني أحمل بتشيل، وفي جنبك أقوى دليل بتردني بالتهليل. أنا ضامل فيك حلامي، يا محلي كل أيامي، حبك ما يغيب عن بالي، بينور قلبي الليل. أنا ضامل فيك حلامي، يا محلي كل أيامي، حبك ما يغيب عن بالي، بينور قلبي الليل. بتردي كل ضياع، وبتشبيع اللي جاع، حضنك واسع بيزاع، ويقول للحزن وداع. بتردي كل ضياع، وبتشبيع اللي جاع، حضنك واسع بيزاع، حزن وداع. حبيت إنسان لداته، كنت له قريب لنجاته، أحييته بعد ما ماته، وبقت له راعي في مراه. حبيت إنسان لداته، كنت له قريب لنجاته، أحييته بعد ما ماته، وبقت له راعي في مراه. دخلني العمق معاه، تتمتع برؤياك، تتملى عيوني بهاك لحد ما ألقاك. دخلني العمق معاك،
تتمتع برؤياك، تتملى عيوني بهاك لحد ما الآن مستني في غربة يا غالي تيجي تبدل أحوالي، تاخدني السما طوالي وتدوم أفراحي معاك، مستني في غربة يا غالي تيجي تبدل أحوالي، تاخدني السما طوالي وتدوم أفراحي معاك، وتدوم أفراحي معاك، وتدوم أفراحي معاك. كانت الترنيمة الجميلة أنا جاي لك قلبي ذليل لسان حالي، في اليوم اللي بديت فيه حياة جديدة مع الرب وركعت وأصلي وأقول له يا رب أنا جاي لك اقبلني غيرني. وأيضا كانت هذه الترنيمة لسان حال تشينيري النيجيرية التي رفضت في البداية أن يوضع الكتاب المقدس في غرفتها بالفندق، قالت أنا بشتغل في الدعارة ومش ممكن الكتاب المقدس يتحط في المكان ده، يعني هذا مكان لا يليق بقداسة هذا الكتاب. ففهموها أن هذا الكتاب يغير، مش بس كتاب ورق لكنه يغير. ولما قرأوا معها عن قوة يسوع المسيح المغيرة سلمت تشينيري حياتها للمسيح وتركت الدعارة ورجعت إلى بيتها وصار البيت جزء من كنيسة. أنا مصدق وأنا فرحان لأجل عمل الإنجيل، وأنا شفت بأم عيني كثير من هذه الأمور اللي عملها المسيح في بيوت كثيرة وفي شباب وشابات كثيرين، تغيرت حياتهم بالكامل وتركوا المخدرات وتركوا النجاسة وتركوا 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 لأجل يسوع المسيح. عايز أشاركك بثلاث كلمات سريعة، الكلمة الأولى عن الإنجيل وقوة التغيير، والكلمة الثانية عن نعمة، نعمة الرب القدير، ثم الكلمة الثالثة والأخيرة عن دعوة لنوال التحرير. الـ 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 الإنجيل وقوة التغيير، الآية اللي أخدوها وتكلموا فيها مع تشينيري كانت في كرونس تانية 6:16، هي كتبت وقالت كده، إيه الآية بتقول؟ قالوا لها أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان؟ وقالوا لها كل إنسان جسده ده هيكل لربنا، أي موافقة لهيكل الله مع الإنسان مع الأوثان؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. وقوة الإنجيل، الإنجيل وقوة التغيير غيرت هذه. وعلى فكرة يعني التاريخ يعيد نفسه، عندنا السامرية أيضا كانت عايشة في النجاسة، اتجوزت 5 مرات واللي كانت عايشة معاه ساعة ما قعدت مع المسيح ليس هو زوجها، يعني عايشة في الزنا وصارت شاهدة وخادمة وهكذا. فأنا عايز أقول الآية الرائعة اللي بحبها وبقولها لكل مسيح حقيقي بيشاهدني، رومية 1:16، يا رب تكون حافظها على ظهر القلب، لست أستحي يعني لا أخجل، لست أستحي بإنجيل المسيح، أيوة، إذ هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. وكلنا عارفين أو بعض مننا عارف أن كلمة قوة هنا بالذات في اليوناني مترجمة من كلمة ديناماي، الديناميت. الإنجيل وقوة التغيير، كم من شخص يعني يمكن حضراتكم بتشوفوني مع أيمن كفروني المرنم الحلو، أيمن كفروني أرى الإنجيل بس علشان كان هو ألحد كم سنة وقال مضطر أرى الإنجيل علشان خاطر ندر، وقال إني ببقى سيجارة الحشيش والكوكايين في إيدي والويسكي والإنجيل في الإيد التانية وبقراه بس مجرد ندر. ديناميت الإنجيل غير قلبه وصار خادم للمسيح، واحد من قصص كتيرة، وادي تشينيري وغيره وغيره وغيره. الإنجيل قوي جداً،
الإنجيل يغير. ما هو الإنجيل؟ الإنجيل إن المسيح مات من أجل خطايانا. خمس حاجات. إن المسيح مات لأن الإنسان خاطئ ما يقدرش يغير نفسه. المسيح دفن، المسيح قام، المسيح جاي تاني. باختصار شديد كورنثوس الأولى 15، هذا هو الإنجيل الذي بشرتكم به. ياريت نوزع الإنجيل، وياريت نقرأ في الإنجيل، وياريت نثق في إمكانيات الإنجيل. حطه في ادي هدية لأصحابك، أفضل هدية. يعني صدقني بدل ما أنا بقول حاجة فعلية، بدل ما تاخد تورتة، ما عرفش التورتة بكام دولار أو بكام جنيه، تورتة خد معك كتاب. هتقول لي ما في البيوت في كتب، خد يا أخي ادي الشاب كتاب جديد، وزع الكتاب المقدس الإنجيل وقوة التغيير. لكن نعمة الله القدير، نعمة اللي غير التشنيري اللي كانت فتحة الأوضة دعارة وخلت البيت بتاعها كنيسة، هي نفس النعمة اللي غيرت رحاب الزانية، واللي غيرت ثمار الزانية، واللي غيرت بثشبع اللي زنت مع داود. وتستغرب يا أخي إن الأسامي دي في متى واحد في سلسلة نسب المسيح. في إنجيل متى صح واحد تلاقي رحاب وتلاقي ثمار وتلاقي بثشبع. إزاي؟ هذه هي النعمة. يعني إيه نعمة؟ النعمة دايما دايما تروح للناس اللي ما يستاهلوش، اللي هو أنا. بيقول كتاب لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. خلي بالك، فجور وشهوات عالمية النعمة تحولها إلى تعقل وبر وتقوى، التقوى مخافة الله. الإنجيل وقوة التغيير، نعمة الله القدير. عايز أقول كلمة في نعمة الله القدير مهمة جدا، اختبرتها يمكن ليها 29 سنة أزور بلاد وقرى ودول أخدم المسيح. خلي بالك، وبقول للمسؤولين عن خدمات أيا كانوا، وبقول لك إذا أنت فقد الأمل في خلاص نفسك، لاحظت أنه حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا خلال 29 سنة. ولاحظت أنه لما بزور واحد وأقعد معاه وهو يقول لي أنا بالذات ما منيش فايدة لو خلص الناس كلها وتغيروا وتابوا إلا أنا، في الغالب بيكون هو ده أو هي دي اللي بتتوب في النهضة دي أو في الزيارة دي. فبقول للخدام ما تفقدش رجاءك في حد، وبقول للآباء والأمهات ابتسمي عشان خاطر ربنا. مش بتصلي له ابنك؟ مش بتصلي لها بنتك؟ ما تخافيش هيجوا. أخي زكريا أنتوا بتقولولنا كده صدقينا هيجوا، وابن الدموع لن يهلك أبدا، نعمة ربنا هتفتقدهم. بس يا أخي زكريا ده ألحد، ده بيمارس النجاسة. نعمة ربنا هتجيبه. الإنجيل وقوة التغيير، نعمة الرب القدير، ثم دعوة لنوال التحرير. أيا كانت القيود، التشنيري كان عندها قيود نجاسة، وعلى فكرة في أرواح شريرة، في روح اسمه روح نجس بيبقى مسيطر على حد بيقوده. كذا شاب وشاب قالوا لي ما أقدرش أنام الليل، ما كنتش أدخل على أفلام نجسة ولا أمارس حاجات نجسة. لكن في شخص اسمه الرب يسوع المسيح قال كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. صح؟ هتقول طب ما أنا عارف أن أنا عبد. لا، شوف اللي بعدها عدد 36 من يوحنا 8، لكن إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. تعال صلي معايا في هذه الحلقة، قل له يا رب أنا إن كنت غيرت شنيري اللي أوضتها أوضة دعارة، أنا ما عنديش دعارة بس عندي نجاسات تاني وانت عارفها يا رب. يا رب أنا عايز أقرأ في إنجيلك كل يوم كطعام شخصي ليا. يا رب أنا بتوب عن الماضي بتاعي. يا رب أنا حاولت كتير وفشلت، أنا تعبان. بقول لك مبروك عليك إذا غسقت في نعمة الله. ارمي نفسك على الرب واستمر مصلي، هتسمع جوه قلبك بيقول لك مغفورة لك خطاياك، تسمع جوه قلبك بيقول مغفورة لك خطاياك. اقرأ الإنجيل باستمرار، ارتبط بكنيسة، ارسل لي وفرحني بأخبارك إن الرب تعامل معاك ونالة التحرير وحياة القداسة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة قوة الإنجيل. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. لاحظت
إن المرات اللي بيقولوا فلان ده أو فلانة دي بالذات دول مش ممكن يتوبوا، دول أشرار قوي في المرات أغلبها، دول بالذات اللي نعمة ربنا بتتعامل معهم. اوعى اوعى تفقد ثقتك في إمكانيات نعمة الله. وجه الإنجيل وديه لكل حد أيا كان شروره، وثق في الكتاب المقدس، في الإنجيل وفي نعمة الله.